بسم الله الرحمن الرحيم. رحلتي من الشك إلى الإيمان، الفصل الثاني، الجسد. كلنا من أصل واحد، من خامة واحدة، ولكن لكل منا فرديته الخاصة به. والفرق بين مخلوق ومخلوق ليس مجرد فرق كمي في الذرات، وإنما هناك فرق أكبر وأعقد في العلاقات بين تلك الذرات وفي كيفية الترابط بينها. ونعلم الآن من أمر توليف الجينات الوراثية في الخلية الأولى أن جميع الأجنة الآدمية يتم توليفها من أكثر من 20 حرفا كيميائيا من بروتين DNA و RNA، كما تتألف جميع الكتب والمؤلفات من الحروف الأبجدية، فيكون لكل كتاب روحه وشخصيته ونوعيته كمخلوق مستقل متفرد، مع أن جميع الكتب مؤلفة من الحروف نفسها. ويبلغ هذا التفرد لدرجة أن ينفرد كل واحد ببصمة خاصة مختلفة، لا تتشابه بصمتان لاثنين ولو كانا توأمين منذ بدء الخليقة إلى الآن، برغم آلاف آلاف وملايين ملايين الملايين من الأفراد. ونعلم الآن أن لكل جسد شفرة كيميائية خاصة به، بحيث يصبح من العسير وأحيانا من المستحيل ترقيع جسد بقطعة من جسد آخر، كما يلبث أن يرفض الجسد الرقعة الغريبة كما لو كانت ميكروبا أو جسما أجنبيا أو استعمارا. وهذه هي كبرى المشكلات في جراحات الترقيع ونقل الأعضاء، وأطول مدة عاشها قلب منقول كانت 20 شهرا، وتحت مطر مستمر من حقن التخدير والأقراص المضادة للحساسية لمنع الجسد من رفض العضو الغريب. ومعنى هذا أن الفردية والتفرد حقيقة جوهرية يشهد بها العلم، وهي حقيقة لم ألتفت إليها في بداية تطور الفكري، واعتقدت بأن الجوهري والباقي هو المجتمع وليس الفرد. الإنسان وليس فلانا، الحياة وليس الأحياء، الوجود لا الموجودات، الكل وليس الأحياء. وهذا أثر من آثار فلسفة وحدة الوجود الهندية القائلة: إن الوجود هو الله وهو الباقي، أما جميع الموجودات فهي مايا، والمايا هي الوهم الزائد، وكل فرد مصيره إلى فناء حقيقي لا بعث بعده. واعتقدت بأن خلود الفرد هو بقدر ما يترك لأولاده من توجيه وتربية وعلوم ومعارف، أما هو ذاته فإنه ينتهي إلى التراب إلى غير عودة. نصيبنا من الخلود هو ما نضيفه إلى وعاء الكل، أما شخوصنا وأفرادنا فمصيرها إلى العدم. وما الشخصية؟ لم أفهم من الشخصية في البداية أكثر من أنها ردود فعل ظرفية على مواقف مؤقتة، وبالتالي حينما تنتهي هذه الظروف وتتغير الأوقات لا يبقى من هذه الشخصية شيء، ومآلها أن تتفكك بالشيخوخة نتيجة تفكك ألياف الترابط الموجودة بالمخ. وحين تفسد الأعصاب وتفنى بالموت، تفني الذات الخاصة بها. اعتقدت أن الشخصية ليست سوى انفصال محدد لصفات معينة بتأثير تجارب حية وأفعال منعكسة عصبية، بعضها موروث في شكل غرائز وبعضها مكتسب عن طريق الممارسة الحسية، وهذه الممارسة تسجل في المخ وتنطبع على الذاكرة. وإذا انتهى المخ وتعفنت خلايا الذاكرة، فلا محل لافتراض بقاء آخر روحاني لهذا الترابط المادي البحت. بهذا الفهم المادي المسطح تصورت الإنسان في البداية، وكنت أقول لنفسي إن الشخصية ليست شيئا واحدا، وإنما هي سيل من الشخصيات المختلفة لا تنقطع عن الجريان،
فشخصيتي في سن العاشرة غيرها في سن العشرين غيرها في سن الثلاثين، وفي كل لحظة هناك شيء يضاف إلى نفسي وشيء ينقص منها، فأي واحدة من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب، وهؤلاء المصابون بانقسام الشخصية أيهما سوف يذهب إلى العالم الآخر، الدكتور جيكل أم مستر هايد؟ ونسيت بهذا التلاعب اللفظي الحقيقة الأولى البسيطة، أننا حينما نطبع من الكتاب طبعة ثانية فإننا لا نطبع صفحة أو فصلا، وإنما نطبعه كله في أصوله ليصدر كله في أصوله، وهكذا يكون بعث الروح ككل بكل لفصولها وأصولها، كما تنبت البذرة البذرة من ظلام الأرض حاوية لكل إمكانيات الفروع والأوراق والثمار. ولكن النظرة المادية التي تميل بطبيعتها إلى التحليل والتشريح والتقطيع كانت هي الغالبة طول الوقت، ولهذا كانت تغيب عني دائما صورة الأمور في كليتها، وكنت أتصور أني يمكن أن أفهم الروح إذا شرحت الجسد، إذ لا فرق بين الاثنين، الروح هي البدن والعقل هو المخ، والشخصية هي ردود الفعل ومجموع الأفعال المنعكسة، والعاطفة في نهاية الأمر جوع جسماني. ونقف الآن وقفة طويلة لنسأل، هل صحيح أن النفس ما هي إلا مجرد حوافز الجوع والجنس ومجموعة الاستشعارات التي يدرك بها الجسد ما يحتاجه؟ لو قلنا هذا فنحن أمام تفسير مادي متهافت، فما هكذا حقيقة النفس ولا حقيقة الإنسان؟ وأعود إلى صفحات من كتاب لغز الموت ولغز الحياة، حيث ناقشت الموضوع بالتفصيل. إن الإنسان ليضحي بلقمته وبيته وفراشه الدافئ في سبيل أهداف ومثل وغايات شديدة التجريد كالعدل والحق والخير والحرية. فأين حوافز الجوع والجنس هنا؟ والمحارب المقاتل في الميدان الذي يضحي بنفسه على مدفعه في سبيل غد لم يأتي بعد، أين هو من التفسير المادي؟ إننا أمام إثبات قاطع بأن النفس والذات حقيقة متجاوزة وعالية على الجسد، وليست مجرد احتياجات الجسد الحسية معكوسة في مرآة داخلية. تلك الإرادة الهائلة التي تدوس على الجسد وتضحي به هي حقيقة متجاوزة عالية بطبيعتها وآمرة ومهيمنة على الجسد، وليست للجسد تبعا وذيلا. وإذا كنت أنا الجسد فكيف أتحكم في الجسد وأخضعه؟ وإذا كنت أنا الجوع فكيف أتحكم في الجوع؟ إن مجرد الهيمنة الداخلية على جميع عناصر الجسد ومفردات الغرائز هي الشهادة الكاشفة عن ذلك العنصر المتعالي والمفارق الذي تتألف منه الذات الإنسانية. عن طريق النفس أتحكم في الجسد، وعن طريق العقل أتحكم في النفس، وعن طريق البصيرة أضع للعقل حدوده. هذا التفاضل بين وجود ووجود يعلو عليه ويحكمه هو الإثبات الواقعي الذي يقودنا إلى الروح كحقيقة عالية متجاوزة للجسد وحاكمة عليه، وليست ذيلا وتابعا تموت بموته. والذي يقول إن الإنسان مجموعة وظائف فسيولوجية مادية لا غير، عليه أن يفسر لنا أين يذهب ذلك الإنسان في لحظة النوم. إن جميع الوظائف الفسيولوجية قائمة ومستمرة في أثناء النوم، وجميع الأفعال المنعكسة واللا إرادية تحدث بانتظام، فالقلب يدق والنفس يتردد والغدد تفرز والأحشاء تتلوى والأعضاء التناسلية تهتاج والذراع ينقبض لشكة الدبوس، ومع ذلك فنحن أمام رجل نائم أشبه بشجرة، مجرد شجرة أو حياة بدائية لا تختلف عن الحياة الحشرية. فأين الإنسان؟ إن النوم ثم اليقظة، وهو النموذج المصغر للموت،
ثم البعث يكشف لنا مرة أخرى عن ذلك العنصر المتعالي الذي يخلق بحضوره في تلك الجثة النائمة فجأة وبلا مقدمات هتلر أو نيرون، فإذا بذلك الممدد كالثور الهامد يصحو ليقتل ويغزو ويسحق ويمحق. وإن الفرق الهائل أكبر من أن يفسر بتغير مادي يتم في لحظات، والماديون يقولون إن النفس حقيقة موضوعية وبالتالي هي مادة، ونحن نسأل كيف تكون النفس موضوعا وموضوع بالنسبة لمن؟ موضوع بالنسبة للآخرين وكيف؟ والآخرون لا يرونها ولا يدركون وجودها إلا استنباطا من ظواهر السلوك، وهي ظواهر أغلبها كاذب. وكل منا يمثل على الناس، بل يمثل على نفسه وسلوكه الظاهر قلما يدل عليه. أم هي موضوع بالنسبة لصاحبها؟ وكل منا لو اتخذ نفسه موضوعا فإنها تبرد وتستحيل تحت مشرط التحليل إلى جثة وتستخفي عليه وتهرب من يديه، لأنها لا يمكن أن تكون موضوعا ولا أن توضع تحت مجهر مثل ورقة شجرة، لأن جوهرها بالدرجة الأولى في ذاتيتها، وحقيقتها أنها الوجه الآخر من الصورة، فهي الذات في مقابل الجسد الذي هو موضوع، وكلا القطبين الذات والموضوع هما وجها الحقيقة. فإذا عرفنا المادة بأنها كل ما هو موضوعي، فلا بد من الاعتراف بأن هناك في الوجود شيئا آخر غير المادة، هو الوجه الآخر من الحقيقة الذي هو الذات. وتقودنا عملية الإدراك إلى إثبات أكيد بأن هناك شيئين في كل لحظة، الشيء المدرك والنفس المدركة خارجه. وما كنا نستطيع إدراك مرور الزمن لولا أن الجزء المدرك فينا يقف على عتبة منفصلة وخارجة عن هذا المرور الزمني المستمر. ولو كان إدراكنا يقفز مع عقرب الثواني كل لحظة لما استطعنا أن ندرك هذه الثواني أبدا، ولا نصرم إدراكنا كما تنصرم الثواني بدون أن يلاحظ شيئا، وإنه لقانون معروف إن الحركة لا يمكن رصدها إلا من خارجها. لا يمكن أن تدرك الحركة وأنت تتحرك معها في الفلك نفسه، وإنما لا بد لك من عتبة خارجية تقف عليها لترصدها. ولهذا تأتي عليك لحظة وأنت في أسانسير متحرك لا تستطيع أن تعرف هل هو واقف أم متحرك، لأنك أصبحت قطعة واحدة معه في حركته. لا تستطيع إدراك هذه الحركة إلا إذا نظرت من باب الأسانسير إلى الرصيف الثابت في الخارج. وبالمثل لا يمكنك رصد الشمس وأنت فوقها، ولكن يمكنك رصدها من القمر أو الأرض، كما أنه لا يمكنك رصد الأرض وأنت تسكن عليها، وإنما تستطيع رصدها من القمر، وهكذا دائما. لا تستطيع أن تحيط بحالة إلا إذا خرجت خارجها ولاحظتها كموضوع. وأنت إذ تدرك مرور الزمن لا بد أن تكون ذاتك المدركة خارج الزمن، وهي نتيجة مذهلة تثبت لنا الروح أو الذات المدركة كوجود مستقل متعال على الزمن ومتجاوز له وخارج عنه. فها نحن أولئك أمام حقيقة إنسانية جزء منها غارق في الزمن، ينصرم مع الزمن ويكبر معه ويشيخ معه ويهرم معه وهو الجسد، وجزء منها خارج عن هذا الزمن يلاحظه من عتبة السكون ويدركه دون أن يتورط فيه. ولهذا فهو لا يكبر ولا يشيخ ولا يهرم ولا ينصر، ويوم يسقط الجسد ترابا سوف يظل هو على حاله حيا حياته الخاصة غير الزمنية، ولا نجد لهذا الجزء اسما غير الاسم الذي أطلقته الأديان وهو الروح. وكل منا يستطيع أن يلمس هذا الوجود الروحي بداخله، ويدرك أنه وجود مغاير في نوعيته للوجود الخارجي النابض المتغير الذي يتدفق حولنا في شلال من التغيرات.
كل منا يستطيع أن يحس بداخله حالة حضور وديمومة وامتثال وشخوص وقيمونة حاضرة دائما ومغايرة تماما للوجود المادي المتغير المتقلب النابض مع الزمن خارجه. هذه الحالة الداخلية التي ندركها في لحظات الصحو الداخلي والتي أسميتها حالة حضور هي المفتاح الذي يقودنا إلى الوجود الروحي بداخلنا، ويضع يدنا على هذا اللغز الذي اسمه الروح أو المطلق أو المجرد. ونحن حينما ندرك الجمال ونميزه من القبح، وندرك الحق ونميزه من الباطل، وندرك العدل ونميزه من الظلم، فنحن في كل مرة نقيس بمعيار بمسطرة منفصلة عن الحادث الذي نقيسه. فنحن إذن نقيس من العتبة نفسها، عتبة الروح. فالوجود الروحي يمثله فينا أيضا الضمير، ويدل عليه أيضا الإحساس بالجمال، وتدل عليه الحاسة الخفية التي تميز الحق من الباطل والزائف من الصحيح، وتدل عليه الحرية الداخلية. فالروح هي منطقة السريرة والحرية الطليقة والاختيار والتمييز. وحينما نعيش حياتنا لا نضع اعتبارا للموت، ونتصرف في كل لحظة دون أن نحسب حسابا للموت، وننظر إلى الموت وكأنه اللامعقول. فنحن في الواقع نفكر ونتصرف بهذه الأنا العميقة التي هي الروح، والتي لا تعرف الموت بطبيعته. فالموت بالنسبة للروح التي تعيش خارج منطقة الزمن هو بالنسبة لها لا أكثر من تغيير ثوب ولا أكثر من انتقال. أما الموت كفناء وكعدم فهو أمر لا تعرفه، فهي أبدا ودائما كانت في حالة حضور وشخوص، وإن إنها كانت دائما هنا، إنها الحضرة المستمرة التي لم ولا يطرأ عليها طارئ الزوال. وكل ما سوف يحدث لها بالموت إنها سوف تخلع الثوب الجسدي الترابي، وكما يقول الصوفية تلبس الثوب البرزخي، ثم تخلع الثوب البرزخي لتلبس الثوب الملكوتي، ثم تخلع الثوب الملكوتي لتلبس الثوب الجبروتي، كادحة من درجة إلى درجة ارتفاعا إلى خالقها. كل روح ترتفع بقدر صفائها وشفافيتها وقدرتها على التحليل، على حين تتهابط الأرواح الكثيفة إلى ظلمات سحيقة وتنقضي عليها الآباد وهي تحاول الخلاص. وأترك الصوفيين لمشاهداتهم حتى لا نضيع معهم في التيه، وليس هدفي من هذه الدراسة عبور حاجز الموت لمعرفة ما ورائه، فهذا طمع في غير مطمع ورغبة في مستحيل. ويكفيني أن أقف بالقارئ ليتأمل نفسه ويكتشف ذاته العميقة الحاكمة الآمرة المتعالية على جسده الترابي، تلك التي أسميتها الروح، والتي استدللت عليها بأبلغ دلالة بشعور الحضرة التي يشعر بها كل منا في داخل نفسه، تلك الحضرة المستمرة التي لا يطرأ عليها طارئ الزوال ولا تهب عليها رياح التغيير، وكأنها العين المفتوحة داخلنا على الدوام. ذلك الصحو الداخلي، ذلك النور غير المرئي في نفوسنا، والذي نرى على ضوئه طريق الحق، ونعرف القبح من الجمال والخير من الشر. تلك العتبة التي نرصد من فوقها حركة الزمن، وندرك مروره، ونرى مرور الأشياء وندرك حركتها، تلك النقطة في داخل الدائرة، المركز الذي تدور حوله أحداثنا الدنيوية الزمنية، وهو شاخص في مكانه لا يتحرك ولا ينصرم، له وجود. الروح حقيقتنا المطلقة التي هي برغم ذلك لغز. هل الروح أبدية أو أن لها زمنا آخر ذا تقويم مختلف، اليوم فيه بـ1000 سنة؟ وما العلاقة بين الروح والجسد؟ وما العلاقة بين العقل والمخ؟ وما العلاقة بين الذاكرة والتحصيل واستظهار العلوم؟ إنه موضوع آخر
له شرح يطول.